بسم الله الرحمن الرحيم. غدا يوم 15 على الساعة 5 ندعي جميع جماهير الصحراوية الوقفة، الطالب بحقها تقرير المصير، والوقفة هذه اسمها عهد الشهداء اللي ما يلط حد يخونه ولا يلط حد يتقاعس عنه، وهذه وقفة 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 كرامة وقفة دفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويالت الجميع يتكاتف ويمرق من أجل هذه الوقفة السلمية المطالبة تقرير مصير الشعب الصحراوي.